مرحبا، معكم مهندس إبراهيم إبراهيم، مؤسس أكاديمية ماي كوميونيكيشن والمدير التقني للتغطية في المملكة. في هذا الفيديو راح نتكلم على الـ 5G. للأسف مهندسين اتصالات كثير وغيرهم بيفكر أن الـ 5G موجود عشان يلعب على اليوتيوب أو يحضر على اليوتيوب أو يلعب whatever، تمام؟ فعلياً الـ 5G أصل إنشاؤه مش للـ end user، مش لتطبيقات الهاتف. إحنا فعلياً التحديات اللي واجهناها في 4G ما قدرنا نحلها لتطبيقات خاصة، قررنا إنه نسوي ونطور من وراها 5G. قررنا معناته إن هي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العالمي الـ ITU والـ 3GPP Standard. واتمنى إذا أنت مهندس اتصالات ومش عارف هذول المصطلحين تروح تبحث عنهم. هذول المصطلحين لازم تحفظهم، أهم من اسمك، في مصطلحات كثير. مين الـ ITU؟ مين الـ 3GPP Standard؟ هم أشخاص وشركات عالمية في الاتصالات بتقوم بتحديد المشاكل الموجودة في السوق، وعلى أساسها بتطور تقنية الاتصالات. دائماً بحكي مهندس الاتصالات إذا غاب عن السوق أكثر من 3 أو 4 سنوات حيلاقي إنه حيلمس الفرق، مش زي مهندس الشبكات 10 سنوات CCNA وفعلياً نفس الإشي بس تغيير بسيط. بينما مهندس الاتصالات إذا طلع من 2019 ودخل في 2022 فعلياً حيلاقي إشي اسمه 5G. طيب ممتاز، أنا الآن أفهم شو هو 5G. الـ 5G مبنى على 3 عوامل رئيسية: EMBB، MMTC، URLLC. طيب إيش هو يعني؟ التطبيق الأول هو الـ EMBB. الـ EMBB أنا وياك الآن قاعد نتكلم عن طريق اليوتيوب وأنت قاعد تشوفني. تخيل في المستقبل أنه أنت حتكون لابس نظارة وأنا حكون لابس نظارة، وأنا أشوفك وأنت تشوفني ونحكي مع بعض في نفس الوقت، مش بس أشوفك، شوف كل الأشخاص اللي حواليك. 3 عوامل رئيسية في الـ EMBB: VR، AR و MR. في تفاصيل كثيرة بتقدر تتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا هاي التفاصيل. فهمنا الجزئية الأولى، راح ننتقل على الجزئية الثانية، جزئية الـ MMTC. أنا فعلياً في المستقبل حيكون في عندي 100 مليار جهاز كونكتد على الشبكة. طيب إذا إحنا البشر كلنا في 2030 حسب الدراسات حنكون 10 مليار، فمن وين جبت لي 90 مليار يا إبراهيم؟ الـ 90 مليار حتكون أجهزة، تمام؟ أجهزة everything connected to the network، كل إشي حيكون مشبوك في الشبكة. الـ IoT، الـ Smart Cities، كل هاي الأشياء راح تكون مشبوكة على الشبكة. طيب أنا الآن فعلياً النتورك الحالية الـ 4G ما حتتحمل كل هذا العدد الضخم، أنا لازم أخلق تطوير في الشبكة أو في الجيل بحيث أنه يناسب هاي الاحتياج. فأنا عن طريق Network Splitting، عن طريق أنه نحرك الريسورسز وأعملها Centralized، بقدر اني انقل هاي الريسورس من السايت الى السنتر. ضروري جدا تفتحوا وتتابعونا عشان تشوفوا التفاصيل اكثر على الـ MMTC. اخر نقطه اللي هي الـ URLLC. 2018 صار مع تسلا حادث، السياره كانت ماشيه وهي تشتغل على نظام الذكاء الاصطناعي، ففعليا شافت شاحنه معترضتها كان لونها ابيض، كانت بالتحليل والذكاء الاصطناعي شايفه ان اللون ابيض هو لون غيوم، فايش صار؟ ظلت ماشية وفعلياً توفى الشخص اللي بيقودها. قالوا إنه فعلياً أنا علشان أحل هاي المشكلة لازمني حاجتين. أول إشي لازم تكون كل الأجهزة كونكتد للنتورك. أنا لو إني في الشاحنة مشبوك على الشبكة وهاي السيارة ماشية مشبوكة على الشبكة، ففعلياً ما حيصير في صدام، لأنه السيارة حتفهم إنه في أمامها سيارة زي ما أنتم عارفين في نظام GPS. لكن هل هذا الحكي فقط هو اللي بنحتاجه؟ لا، لازم يكون في عندي URLLC، يعني very low latency، يعني فعليا لازم تكون الاستجابه جدا سريعه. وانا بقدر اطبق هذا في 4G بس على تاخير 100 ملي سكند. لو كانت المسافه بينك وبين السياره امامك خلينا نقول 4 متر فانت حتصطدم، بينما في ال 5G فانا حيكون في عندي 5 ملي سكند ديلي. فال 5 ملي سكند حتخليني اوقف قبل ما اصطدم بالسياره ب 2 متر. هاي بالنسبة لتطبيقات الـ 5G بشكل عام وجدا سريع، في تفاصيل جدا فيها، أتمنى إنكم تتابعونا مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا معنا في دوراتنا. يعطيكم العافية وأشوفكم في دوراتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.